بنجدد التحيه والترحيب بكل حضراتكم. انتوا طبعا بتابعينا باستمرار، فبالتالي عارفين اكيد ان احنا زي ما بنهتم دايما بان احنا نتكلم عن كره القدم، دايما كمان بنتكلم عن الالعاب الاخرى، البطولات اللي شاركنا فيها وخصوصا في الفتره الاخيره وحققنا فيها انجازات زي القوس والسهم والسلاح والسباحه البارالمبي والكره الطايره البارالمبيه. يعني تعالوا نتكلم عن اخر الانجازات في الالعاب الاخرى بشكل عام مع الاستاذه دعاء بدر، نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو ورئيس تحرير موقع تتويج نيوز. صباح الفل على حضرتك واهلا بك. صباح الفل على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الهنا. صباح الخير عليك. وانا هبدا بصراحه لو تسمحي لي بالملف البارالمبي على طول، لان ابطالنا يعني البارالمبيين بصراحه مع اقل الامكانيات، هرجع اقول تاني وهكرر الكلام ده، لكن بيحققوا انجازات كبيره جدا. كان عندنا البطوله طبعا بطوله مصر الدوليه للسباحه اللي كانت مقامه مؤخرا، وبرضه حققنا فيها الى حد ما يعني خلينا نقول مستوى جيد جدا. خليني اروح معاكي يا استاذه دعاء لهذا الملف، يعني خليني اقول كده نطمن منك على ابطالنا البارالمبيين حتى هذه اللحظه ان شاء الله لمشاركتهم بقى ل يعني باريس 2024. احنا الحقيقه عندنا حراك بارالمبي عالي جدا الفتره دي حقيقه. دي حقيقه. ولازم نشكر فيه اللجنه البارالمبيه المصريه الحقيقه برئاسه دكتور حسام الدين مصطفى. في مجهود كبير بيتعمل، كميه بطولات مصر بتنظمها كبيره جدا جدا، يعني احنا هنلاقي واحنا بنتكلم دلوقتي امبارح خلصنا بطوله السباحه بطوله مصر الدوليه للسباحه، هي تبع سلسله من سلسله سيريز زي كاس عالم كده، فمن البطولات الدوليه المهمه جدا. عندنا برضو في نفس التوقيت البطولة بتاعت كرة الطايرة، لسه قبلها على طول من كام يوم خلصان بطولة رفع الأثقال البارالمبية، فده حاجة حراك الحقيقة، يعني فعلا فعلا لازم مجهود كبير يشكروا عليه. البطولات، تنظيم البطولات في مصر ده حاجة مهمة جدا 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 للرياضات البارالمبية، لازم نبقى عارفين ده كده كويس قوي، لان احنا عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين البارالمبيين ما عندهمش القدره ان هم يسافروا طبعاً ويلعبوا بره. صعوبه السفر للاعب البارالمبي، اللاعب البارالمبي دي حاجه اصعب ألف مره من اللاعب العادي، ولا حتى المعسكرات على فكره، ولا معسكرات طبعاً ولا حاجه. فكره السفر بره بالنسبه لهم صعبه جدا، لان لازم معاهم مرافق لكل لاعب. بالظبط بالظبط، هي ليهم تفاصيل كتير قوي في تحركاتهم، صعبه جدا، مرافق ودايما بيبقى لازم بيبقى في حد من اهلهم الحقيقه دايما موجود، وكل لاعب تكلفه كمان اضافيه، تكلفه رهيبه طبعا، كل لاعب لازم يبقى ليه حد مسؤول عنه، فدي حاجه تكلفه غير طبيعيه. فدايما البعثات لما بيبقوا مسافرين في اي بعثه سواء معسكر او بطوله بيضطروا يسافروا بايه؟ باقل عدد طبعا، لان من ناحيه تكلفه ومن ناحيه مسؤوليه كمان، لان هي في الاخر مسؤوليه كبيره. اكيد اكيد. فطبعا تنظيم بطولات داخل مصر ده فتح فرصة كبيرة جدا 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 للمشاركة بشكل أوسع. بدأنا نسمع أسماء جديدة، بدأنا نشوف لعيبة جديدة بتظهر. الحقيقة إحنا يمكن ما كناش، كنا دايما في البارالمبي بنقول الألعاب اللي إحنا مميزين فيها بس هي رفع الأثقال. لا، دلوقتي إحنا شايفين السباحة ما شاء الله البطولة خلصانة، إحنا جايبين 6 ميداليات منهم ذهبية للجميلة آية أيمن، أنا بعشقها الحقيقه، اللاعبه دي من اللاعبات الجمال جدا وبشجعها قوي الحقيقه دايما. عندنا ذهبيه لايه ايمن في 400 متر حره، عندنا في لاعبه اسمها ورد شين، انا شخصيا ما كنتش اعرفها قبل كده، فلاقيينها ان هي جابت 3 ميداليات في البطوله دي هي لوحدها، جايبه فضه في 100 متر فراشه، برونز في 400 متر حره، وبرونز في 100 متر ظهر. عندنا ملك عبد الشافي جابت برضو، ملك من اللاعبات اللي شاركوا قبل كده في البارالمبيات المعروفه، ملك وايه هم اللي معروفين الحقيقه. بقيه الاسماء هنلاقيهم اسماء احنا مش عارفينهم لسه، هي اسماء كمان منهم اسماء جديده بس قدروا في فتره صغيره يحققوا انجاز كبير، يعني صحيح فتره صحيح قصيره صحيح، لكن انجاز كبير. ده الشيء اللي فعلا يحترم. اخر ميداليه عندنا امبارح كانت احمد حشاد برونز 100 صدر. طيب في حاجه بقى ملفته للنظر في التفصيل حضرتك تفضلت بيها دي يا استاذه دعاء، يعني احنا شوف بنقول عندنا مشكله ايه، ان التكلفه وفكره ان كل يعني لاعب بارالمبي او لاعيبه بارالمبيه وهم بصدد السفر اما لمعسكر او للمشاركه في فعاليات بطوله من البطولات بتحتاج مرافق وبتحتاج حاجات كتيره، يعني الميزانيات لا تسمح بيها. على الجانب الاخر في اي دوره يعني بارالمبيه بتلاقي يعني الابطال البارالمبيين القادمين من اوروبا ومن دول كتيره ما عندهمش المشكله دي خالص، بالعكس ده هم كل العقبات اللي من الصنف ده مذلله، فبطبيعة الحال بيأدوا أداء يعني يتناسب مع فكرة أن عندهم اتحادات موفرة لهم كل المطلوب. إحنا عندنا في ظل قلة
واحيانا ندره الامكانيات، الا ان ابطالنا بالقدر الاقل من 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 اي امكانيات تذكر بيكسروا الدنيا. صحيح. ايه سر الحكايه دي بقى؟ ده سر الشخصيه المصريه، ملهوش تفسير اخر. لا تقهر. لا حقيقي بجد ملهوش تفسير اخر، دي الشخصيه، تكوين الشخصيه المصريه ملهوش. وده على مستوى الاولمبياد نظام غذائي واطباء متخصصين. عندنا مثلا واحد لعيب مصري يضرب سندوتشين فول وياخد بيها بطوله، يعني غريبه الحكايه. صحيح. ده حقيقي فعلا، هي ملهاش تفسير فعلا، يعني لو اتكلمنا بالعلم ما تقفرش. والله العظيم بيحصل، ننام بعدهم والله بيحصل. استاذة دعاء ممكن تاكد ان احنا بنشوف. اقول لك وفي علب كشري جابت انجازات قبل كده سابقه كتير. لا ده حقيقي فعلا، هو بيحصل فعلا، لان دي حاجه والله بجد فعلا ملهاش تفسير لا علمي ولا رياضي ولا اي حاجه، هي فعلا حاجه في شخصيه الشخصيه المصريه، عندهم ثبات وعندهم تحدي، عندهم اراده غير طبيعيه. طبيعي ان الشخص البارالمبي بيبقى عنده الاراده بتاعته زياده شويه عن العادي. صحيح. فكمان المصري عنده اراده زياده عن العادي، فدول مع الاثنين مع بعض ده عملوا ميكس حلو. لا يبقى عندنا نتائج جميله. وخلينا برضو ندي كريدت بصراحه للدوله في الشق ده تحديدا، لان الاهتمام اللي كان مؤخرا يمكن بدا من 2018 كمان تحديدا، فكره الحقوق سواء بنتكلم على المستوى الدستوري او حتى الاهتمام بالوعي المجتمعي، اعطاء حقوقهم بشكل كبير جدا، الاعتراف بامكانياتهم بشكل اكبر، ده كله برضو اداهم فرصه اكبر للحياه. الدعم المعنوي مهم جدا، وده اللي ده يمكن دفعه كمان اكبر ليهم ان هم فعلا باقل الامكانيات، وان كانت بس الدعم المعنوي هو المتوفر مش المادي بشكل كبير، قدروا ان هم يعملوا كده، ما بالك بقى لو كمان دعم مادي. بصي بالتاكيد كلامك طبعا مظبوط 100%، يعني احنا الحقيقه الدوله المصريه ما شاء الله يعني الحمد لله في الملف ده اديته اهميه كبيره جدا سياده الرئيس من 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 كذا سنه. دي حقيقة. واحنا بنشوف اهتمام كبير جدا جدا بالملف ده معنوي ومادي على فكره. طبعا. يعني هم والوضع المادي طبعا بتاعهم دلوقتي يمكن دلوقتي افضل بكتير، مختلف تماما عن من كام سنه فاتوا، من 10 سنين مثلا فاتوا. صحيح. لو قارنا من 10 سنين وقارنا الوضع دلوقتي، لا طبعا مفيش وضع. طب وعلى مدار 10 سنين دول مش المفروض في كيانات معنيه بابطالنا البارالمبيين؟ أكيد. يعني لازم يبقى في توجيه صريح من القياده السياسيه، يعني لازم نشوف سياده الرئيس الجمهوريه شخصيا يعني سايب الملفات المتعلقه بالدوله وبيتكلم بمنتهى الحب في هذا الامر، فبالتالي ينتج عن ده تغيير في الاستراتيجيه. وده برضو حاجه تبع الشخصيه المصريه. الشخصية المصرية زي ما فيها إيجابيات فيها سلبيات. أنا أتفق معاك، لازم يكون في قرار فعلا. بس اللي كنا بنتكلم كمان فيه امبارح وكنت بتمنى إن ده وقلنا أنا وكريم كتير، فكرة الشركات ورجال الأعمال الوطنيين دول برضو لازم يكون ليهم دور كبير جدا، حتى لو هنقول مش على طول بس في فترة الأولمبياد والبارالمبيكس، يا ريت إن هم يقدروا يساعدوا ويدعموا أكتر، مش بعد ما الأبطال يرجعوا وقبل ما يروحوا، لأن هي دي النقطة المهمة. صحيح. طبعا هيفرق بشكل كبير. السبونسرشيب بدا يدخل بشكل كبير في الرياضه بقاله كذا سنه، يعني لسه مش بالقدر الكافي. بالزبط. يعني لسه الكوره هي اللي واخده، طبعا الكوره طبعا يعني العشق بتاع المصريين والعالم كله مش بس مصر. طبعا. لكن احنا لسه عندنا نقص في الوعي عند الشركات الخاصه وعند اصحاب القرار في الشركات الخاصه، بان هم لو حطوا الفلوس في المكان ده هيستفيدوا. يعني هي دي يمكن المشكله عندهم. هم عارفين ان هم لما بيحطوا الفلوس في الكوره بيستفيدوا يبقى هنا لازم نزود الوعي المجتمعي بالرياضات الاخرى غير كره القدم كده، عشان يبقى حتى مطمن ان البانر اللي عليه اسمه هيتشاف. بالظبط. احنا يعني على سبيل المثال مثلا لو شركه عملت اعلان بمحمد صلاح الدنيا الاعلان هيكسر الدنيا. طب. لكن الشركه مش هتفكر تعمل اعلان بحد من اللعيبه اللي في الالعاب الاخرى ايا كان هو مين. بس هو بعد الاولمبيات اللي فاتت ده حصل فعلا، والناس حبت جدا الموضوع ده بالمناسبه. صحيح. بس هتلاقي ايه؟ كان هو مرحله واحده، بنك بنك وطني واحد. حاله واحده وكان بتوجه، يعني ما كانش باختيار البنك، يعني البنك ما اختارش يعمل كده عشان شايف ان ده ليه مصلحه شخصيه ليه، يعني هو هو هيستفيد. يمكن هم حسوا لا ده توجه دوله، ما هو بنك وطني في الاخر. فهو ده توجه دوله، هو جاله اوردر انه لازم يعمل كده. طب هو مش المفروض ان في دور وطني تقوم بيه الكيانات الوطنيه والمؤسسات الوطنيه؟ صحيح.
ده نفعله ازاي؟ بصي اراده سياسيه، هي مش هتيجي غير من فوق من عند الرئيس برضو كالعاده. صحيح صحيح. طيب احنا كده كده هنرجع نكمل كلامنا عن ابطالنا البارالمبيين، بس تعالي نقف شويه عند اخر مشاركه للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد، واللي حققنا فيها المركز الخامس. عايزين نعرف رؤيتك لمشوار النادي الاهلي في النسخه دي من البطوله، وحجم المنافسه فيها كان واصل لدرجه ايه، وهل نزعل ولا ما نزعلش قوي بالمركز الخامس في بطوله زي دي؟ لا طبعا ما نزعلش قوي لما نشوف الاداء، خصوصا في اخر مباراه الاداء كان حلو قوي. الماتش ما كانش سهل على فكره، يعني ما نبصش دايما للاسم احنا هنلاعب مين فنلاقي انها دوله مثلا مش اوروبيه يبقى لازم نكسب. المباريات كره اليد بتتطور بشكل كبير جدا في كل الدول، والمنافسه عليت جدا. احنا شفنا لاعبتنا كان مستواهم كويس، شفنا نجوم ظهرت لاول مره، شفنا المحترف الحقيقه كمان ظهر بشكل كويس جدا واثبت وجوده. خلينا نقف عند حاجه ممكن كمان نبروزها، ان النادي الاهلي عمل ريكورد في البطوله دي، ان هو عمل هو النادي الوحيد في افريقيا اللي عمل 10 انتصارات في بطوله العالم. هو كسر رقم بتاع نادي الزمالك ونادي الترجي التونسي، كانوا عاملين 9 انتصارات كل واحد فيهم. أوكي. فنادي الاهلي فده ريكورد لازم نقف عنده ونبرزه برضه، يعني لازم طبعًا نبرز طبعًا الحاجات الكويسه برضه. مركز خامس هو نفس نتيجه السنه اللي فاتت، ما تحسناش كتير، ما قدرناش نحقق حاجه احسن، لكن ما رجعناش لورا. فاحنا واقفين مكاننا، الفريق كويس، الموسم لسه طويل، في بطوله كبيره جدا مش بطوله صغيره. يعني بالظبط بالظبط. يعني معلش مع كامل احترامي لاي حد ممكن ينقد النتيجه، هو النتيجه دي لو اتعملت في كره القدم هنعمل ايه؟ والله هنفرح، ده احنا هيبقى في استقبال رسمي ليهم في المطار. اتفق معاكي جدا. بصي احنا هنتكلم استاذه دعاء على كل المنتخبات المختلفه، راح نروح ونرجع يعني. بس انا عايزه اقف شويه عند منتخب القوس والسهم. كان معانا امبارح استاذه ريهام على التليفون، واتكلمت معاها في تفاصيل شويه خاصه بالمنتخب ده، وقلنا ان هم محققين يعني امبارح حققوا الذهبيه او اول امبارح، فاعتقد برضو ده امر جيد جدا. حجزنا مقعدين بشكل رسمي دلوقتي في اولمبياد باريس، فعندنا امال برضو كبيره على هذا المنتخب. برضو خلينا نعرف منتخب القوس والسهم، خلينا نقول برضو نتيجته بالتفصيل. هو اكتسح بطوله افريقيا بسبع ميداليات، 4 ذهب، 1 فضة، 2 برونز، وده من 5 مسابقات. يعني هي البطولة كلها 5 مسابقات، احنا خدنا فيهم 7 ميداليات. دي حاجة طبعا. مفيش منافسة يعني تقريبا. احنا خدنا ذهبية الفردي رجال والفردي سيدات، ودول اللي اتأهلوا للأولمبياد. وفي الفردي أخدنا كمان فضة في البنات وبرونز في الولاد، وخدنا ذهبية الزوجي المختلط، وخدنا ذهبية الزوجي المختلط برونز، خدنا ذهبية الفرق رجال والفرق سيدات. احنا الفرق دي بالظبط كده. فانت ما تاخد ذهبية الفرق رجال وفرق سيدات وفردي رجال وفردي سيدات، دول الاربع منافسات المهمة دي جدا في البطولة، فانت كده انت مسيطر تماما. طبعا. مفيش نقاش يعني. لكن لما نيجي نتكلم على مستوى بقى عالمي او اولمبي، الوضع مختلف تماما طبعا. يعني احنا في افريقيا طبعا احنا مسيطرين، لكن بره افريقيا للاسف لسه احنا بعيد قوي. ما ليه بقى؟ انا ما ببقاش فاهمه يعني. انا يعني هي اللعبه دي مختلفه شويه، ليها تكنيكس مختلف شويه، هي شبه شويه لعبه، يعني شبه لعبه الرمايه عشان نقرب للناس الفكره كده، ان هي انت بتنشني على حاجه محتاجة إمكانيات عقلية وبدنية مختلفة شوية عن أي لعبة تانية. هي مش إحنا مش داخلين مثلا اتنين بيلعبوا بعض ومين اللي هيكسب. طب إمكانياتنا العقلية أخبارها إيه يعني؟ هي محتاجة ثبات انفعالي عالي جدا كويس. محتاجة شغل بتاع الأطباء النفسيين والكلام ده زي الرماية بالظبط. إحنا اللعبة دي كانت عايزاني ثبات انفعالي في المنتخب. صح. كل المواصفات سبحان الله، الهدوء، كل المواصفات الذهني يبقى عندي ما احكيلكيش. لا بس يا حبيبي ده ستر من عند ربنا اللي ما خدناش بقى. والله عشان العمليه مش ناقصه. لا هي لعبه صعبه على فكره، صعبه جدا. ومحتاجه كمان قوه عضلات الايدين، لان هو القوس نفسه ثقيل مش خفيف. تعالي بقى نروح برضو عندنا ثلاث مشاركات في منتخب. طبعا بكلمك دلوقتي على منتخبات السلاح،
بيشاركوا في ثلاث مسابقات كاس عالم في ثلاث دول مختلفه، ما بين سيدات وما بين رجال، في سويسرا وايطاليا واعتقد في تركيا كمان. صحيح. فوضعنا ايه في الثلاث بطولات دول؟ السلاح طبعا دي انا اكتر لعبه بحبها. مارستيها قبل كده ولا بتحبي؟ لعبتها شويه كده بس. أوكي. خفيف يعني. بس هي من الالعاب المميزه جدا، فيها مليانه مهارات ومليانه فنيات عاليه قوي وممتعه في الفرجه. مش كل الاسلحه الحقيقه، بس هي من الالعاب الممتعه جدا. احنا في مجموعه البطولات احنا عندنا يعني ما شاء الله اتحاد السلاح، رغم الظروف الصعبه جدا ورغم صعوبة توافر عملة أجنبية للسفر برا، ودي حاجة لازم نحط تحتها 50,000 خط، لأن الاتحادات بتعاني جدا 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 من المشكلة دي دلوقتي. أكيد. إن هم أولا إحنا عندنا مشكلة في الميزانيات، الميزانيات مش مكفية. ثانيا عندنا مشكلة تانية في إن هم يوفروا عملة أجنبية. ما لهمش أي استثناءات؟ ليهم طبعا، بس مش مكفيه الاستثناءات. لان هم بس مبدئيا في استثناءات بالنسبه لهم، في يعني في تسهيلات وفي اهتمام اكبر بيهم. يعني احنا الطبيعي الحمد لله يعني ان وزاره الشباب والرياضه لما بتيجي تشوف الاتحادات اللي عندها فرص تحقيق ميداليات اولمبيه وعندها فرص تحقيق ميداليات عالميه اكتر، بتديها ادفانتج، يعني بتديها حاجات اكتر شويه، منهم السلاح، منهم الخماسي، منهم يعني كذا لعبه الحقيقه. أوكي. السلاح احنا عندنا ثلاث اسلحه، سيف مبارزه وشيش وسيف. احنا يعني ورجال وسيدات، كل فريق رجال وسيدات. هم عندهم مشوار يعني صعب وطويل عشان التأهل للأولمبياد، عشان خاطر يتأهلوا للأولمبياد. التأهل في السلاح ما هوش بطولة هيروحوا يلعبوها اللي هيكسب يروح. لا، التأهل في السلاح من طريق الرانك فقط لا غير. فالبطولات دي مش اوبشن بالنسبه لهم، يعني هم مش رايحين عشان يعملوا برنامج اعداد او يروحوا او ما يروحوش. لا، هم رايحين لازم يروحوا، لان هم لو ما راحوش التصنيف بتاعهم هيقل. لو التصنيف بتاعهم قل مش هيتاهلوا الاولمبياد. احنا الحمد لله فرق الرجال، الثلاث فرق رجال جوه المنطقه. ده شكله مش مصري خالص. مين اللاعب اللي على الشمال؟ لا لا لا، مصري شويه. ما هو تعرفي اساميهم؟ لا مش بلاش نفتي عشان ما نقولش، بس ده طلبه. اتعرفت على طول. بس هم دول صغيرين، دول ناشئين. ودي حاجه مطمئنه، عندك شباب زي الورد لسه صغير كده وبيشارك في بطولات كبيره بالشكل ده. طبعا بتبني لقدام، يطمنك على اللي جاي. احنا عندنا حاجه في السلاح كمان، حاجه مهمه قوي، ان هو اللعيبه اللي بيلعبوا بطولات الناشئين دول اللي احنا شفناهم، في منهم بيلعبوا مع الكبار، يعني هيتأهلوا للأولمبياد مع الكبار. يعني زي طلبة ده عنده 16 سنة. ما شاء الله. يعني هو راح جاب بطولة أفريقيا وكسب، يعني هو كسب كذا حاجة الحقيقة الفترة اللي فاتت. كسب البحر المتوسط كمان، كبار مش ناشئين. فحط رجليه بثبات في المنتخب الأول. فهو ضمن، يعني هو بيلعب طبعا ناشئين، بس في نفس الوقت بيشارك مع المنتخب الاول، ولو ان شاء الله يعني في التاهل هو هيكون موجود في الفريق اعتقد. يعني حلو جدا. ده بقى ده هنا ايه؟ ده المنتخب الاول؟ ده المنتخب الاول. هنا الكبار بقى الحقيقة. كنت بتقولي هيشاركوا معاهم. اوكي. احنا عندنا الكبار، احنا زي ما كنت بقول ثلاث فرق بتوع الرجال الى حد كبير هم ضامنين التاهل. احنا بس بنستنى الديدلاين، لكن لازم يفضلوا بيشاركوا في البطولات لغايه ميعاد التاهل. السيدات هم اللي يمكن الموضوع عندهم صعب شويه، ممكن يتاهلوا في الفردي اسهل شويه. احنا دايما بيبقى هدفنا ان احنا نتاهل بالفريق، بحيث ان انت اتاهلت بالفريق فانت لعيبه الفريق بتوعك كلهم الثلاث لعيبه هيلعبوا في الفردي. أيه. فانت كده متاهل فردي وفرق. احنا يلزمنا معاكي قاعده فردي. والله لان الوقت ده مش مكفناش الحقيقه. الكلام كتير طبعا ومستمر لغايه باذن الله اولمبياد باريس. محتاجين نطمن حضراتكم، نطمن طبعا عن ابطالنا، وكل اسبوع تقريبا يبقى في تاهل مختلف لابطال في رياضات مختلفه. نتمنى النتيجه، انا اتمنى بجد من قلبي النتيجه تبقى يعني هذه النسخه مختلفه شويه في عدد حصدنا للميداليات، لان نستحق. وحسب ما احنا سمعنا كمان من رؤساء الاتحادات المختلفه ان الامل اكبر هذه النسخه، فنتمنى ذلك ان شاء الله. نورتينا يا استاذه دعاء حقيقي. شكرا ليك والف الف شكر. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا.